وهكذا علمتني الحياة، علمتني الحياة في ظل العقيدة أنه لا خير ولا أفضل ولا أجمل ولا أحسن من كلمة طيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أخي إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، هو أعرابي كما يروى يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فيمسكه بتلابيبه ويهزه ويقول: أعطني من مال الله الذي أعطاك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيقوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يؤدبوا من يعتدي على شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: على رسلكم، المال مال الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ هذا الأعرابي يداعبه ويلاطفه ويذهب به إلى بيته صلى الله عليه وسلم فيقول: خذ ما شئت ودع ما شئت. لكن ماذا يأخذ من بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيت لا توقد فيه النار شهرين ولا ثلاثة أشهر، بيت لم يشبع أهله من خبز الشعير، ولم يشبعوا من دقل التمر ورديء التمر، بيت يأتي السائل يسأل فلا يوجد يوم من الأيام في بيته سوى عنبة، وفي يوم من الأيام لا يوجد في بيته صلى الله عليه وسلم سوى تمرة واحدة، لكنه خير بيت وجد على وجه الأرض بأبي وأمي صاحب ذاك البيت صلى الله عليه وسلم. ما ملك الأعرابي إلا أن قال: أحسنت وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال: إن أصحابي قد وجدوا عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فاخرج إليهم وقل لهم ما قلت لي الآن. فخرج وجاء إليهم فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال: نعم، وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل كانت له دابة فنفرت منه فذهب يطاردها، فجاء الناس كلهم وراءه يطاردون، فما ازدادت الدابة إلا نفارا وشرادا، فقال: دعوني أنا ودابتي، أنا أعلم بدابتي. فأخذ من خشاش الأرض ولوح به لهذه الدابة، فما كان منها إلا أن انساقت إليه وجاءت إليه فأمسك بها. أما إني لو تركتكم على هذا الأعرابي لضربتموه فأوجعتموه فذهب من عندكم على كفره فمات فدخل النار. أرأيتم إلى الكلمة الطيبة يا أيها الأحبة؟ فلا إله إلا الله لا أفضل من دفع السيئة بالحسنة، إنها آسرة القلوب والأرواح، إنها مستلة الأضغان والأحقاد والسخائم من القلوب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ.